عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. رحيم مشاهدينا متابعينا الكرام، التواصل يستمر والانطلاقات تستمر على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات في دانة الدنيا دبي، ومع انطلاقة اجني أصحاب السمو والشيوخ على أرضية هذا الميدان. شوطنا العاشر أعلنت انطلاقة في هذه اللحظات وانطلاقة هذه الأسماء على أرضية هذا الميدان في 8 كيلومترات، هي المسافة الكافية لتحديد من الفائز من هذه الأسماء. مباشرة أتقدم مع المراكز الأولى المتقدمة والطيارة على المركز الأول لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، يمعى بن عتيج بن كسل الرميثي المحترف من يتقدم على المركز الأول ومن خطف نقطة في هذا الصباح يطمح بالنقطة الثانية مع انطلاقة هذه الأسماء. نقل للمركز الثاني والعين، العين العين القادمة في هذه اللحظات لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عوض بن مبارك بن سعيد المهيري من ياتي ويقدم العين من الجانب الاخر. مركزنا الثالث افراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، طارش بن مبارك بالقوبع من يتابعها في هذه اللحظات. النقلة للمركز الرابع ونتابع الشاهينية في هذه اللحظات، الشاهينية من هدني ند الشبا مع المضمر سالم بن سعيد على المركز الرابع. المركز الخامس شواهين من هجن الرياسة قادمة في هذه اللحظات مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز السادس، النقلة للمركز السادس وأتابع التقدم في هذه اللحظات من قبل القادم الضبي لسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، عيسى بن سعيد بن عيسى الخيلي من يقدم الضبي في هذه اللحظات. على المركز السادس تنتقل إلى المركز الخامس في هذه اللحظات، النقلة للمركز السابع شواهين من هجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. ثامن المراكز الشاهينية ومن هجن العاصبة قادمة غياث الهلالي في المتابعة. المركز التاسع هملولة من هجن الرئاسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي. والمركز العاشر ناخذ المركز العاشر ند الشبة القادمة مع الشاهينية في هذه اللحظات بمتابعة سالم بن سعيد في عملية التضمير والتدريب. هكذا هي النتيجة، هكذا هو الإعلان الأول، النداء الأول للعشر المراكز الأولى المتقدمة والحاضرة في دائرة العشر المنطلقة في هذه اللحظات بعد مغادرتنا لحزامنا الأول في مسار ومضمار 8 كيلومترات. نعود إلى الصدارة دائما، عودتنا إلى الكادر العلوي، عودتنا إلى المركز الأول والصدارة. العين 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 على المركز الأول وعلى الصدارة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، يضمرها عوض بن مبارك بن سعيد المهيري من يقدم العين على المركز الأول بهذا التقدم على الصدارة. والمقدم أفراح على المركز الثاني، أفراح
افراحي القادمه على المركز الثاني لاسمو شيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقومع. هو ابو بطي يقدم افراحه مضمر الشرق الاوسط ملق بهذا اللقب، ياتي هنا مع هذا الشعار مع هذا التقدم ومع افراح المركز الثاني. المركز الثالث ياتي المحترف في عالم سباقات الهجن جمعة بن عتيج من كسل الرميثي يقدم الطيارة. هذه الطيارة الطيارة قادمة لاسمه شيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان يضمرها المحترف. نقلة للمركز الرابع وهملولة هملولة هملولة قادمة في هذه اللحظات. عندما دعنا المركز الرابع وصلت لفتة الأربعة كيلومترات انتصفت الثمانية في هذه اللحظات. مشاهدينا متابعينا الكرام هملولة تتقدم بشعار هجن رياسة يضمرها أبو سعيد علي بن يميل لهيبي بوليمايل والظافر. هناك التدخل من الشاهينية في هذه اللحظات من الجانب الآخر تتسلل من المركز الخامس إلى المركز الرابع إلى المركز الثالث. هذه الشاهينية من مؤسسة هجن ند الشبا مع سالم بن سعيد. النقلة للمجموعة الثانية ومركزنا السادس شواهين القادمة شواهين من هجن رياسة مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. النقلة للمركز السابع والشاهينية قادمة من مؤسسة هجن الشبة مع سالم بن سعيد. النقلة للمركز الثامن هذه الضبي قادمة في هذه اللحظات. الضبي قادمة لاسمه شيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان عيسى بن سعيد بن عيسى الخيلي من يتابعها في عملية التضمير والتدريب على المركز الثامن. هكذا هي الأسماء. ناخذ المركز التاسع والمركز التاسع الشاهينية من هجن العاصمة قادمة في هذه اللحظات بمتابعة غياث الهلالي من يقدم الشاهينية على تاسع المراكز ومن قدم العديد والعديد من الأسماء في هذا الصباح وفي هذا الانطلاق تميز مع هذه الشعارات والمؤسسات العملاقة القادمة على أرضية هذا الميدان. 5 كيلومترات قطعناهن، تبقى 3 كيلومترات بنتابع وبنشاهد الأسماء القادمة الزاحفة في مسار هذا الشوط. قادمة بمختلف السلالات وبمختلف ألوان هذه الشعارات مزينة أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. وصول من هجن الرياسة في هذه اللحظات مع شواهين والمجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري ومحمية قادمة. أول نداء لمحمية من هجن الشحانية قادمة من ميدان التحدي مع محمد بن خالد العطية يتقدم في هذه اللحظات. الحوت من لقب بالحوت في عالم سباقات الهجن. شوف الأسماء، شوف الضخم من هذه الشعارات، كل الأسماء في موقع واحد، أكثر من 15 اسم في موقع واحد يدل على قوة مسار هذا الشوط. والشاهينية قادمة من هجن زعبيل. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، يقدمها أبو محمد راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. ها هو المتألق قادم في هذه اللحظات. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء. تابع الكادر العلوي يا متابع ويا مشاهد، تابع هذا الضخم من الأسماء من الشعارات. أول 2 كيلومتر وصلناهن وبدنا نغادر مدرج الهبوط تدريجيا إلى خط النهاية إلى ناموس هذا الشوط. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، إلى هجن زعبيل، إلى هجن زعبيل. ضعت في المركز العاشر وخطفت تجاوزت الكل إلى الصدارة وإلى قمة مسار هذا الشوط. يلا يا المتألق، جماهير زعبيل يتابعونك،
عشاقك، عشاقي هذا الشعار يتابعونك. راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، تأتي العين 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 لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عوض بن مبارك المهيلي يتابعها. هنا هملولة هملولة من عمق هذا الميدان بدأت بالتسلل من هجن الرياسة قادمة مع أبو اليمايل علي بن يميل الوهيبي، هادم يملنهم قادم في هذه اللحظات. المركز الرابع ندى، هذه اللي بحثت عن الندى، قدمت من خلف العشر ندى لاسم الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم مع تيج بن علي بن راشد الاكتبي. وصل الهلالي، وصل غياث، وصل الهلالي، وتاريخ العاصفة قادم يحمل هذا التحدي والإثارة في هذه اللحظات. هجن الشحانية قادمة مع محمية، الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير، عاشر الأشواط لمن من هذه الأسماء من هذه الأخطاب. هجن الشحانية، هجن العاصفة، هجن رياسة، هجن زعبيل، وهجن سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وكذلك شعار سمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم. ياهي من معركة، ياهو من تحدي، ما بين المتألق، ما بين الظافر، ما بين الهلالي، ما بين المجازف. رباعية 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 تحمل هذه الأسماء في الكادر العلوي. هجن زعبيل إلى زعبيل حتى هذه اللحظات، إلى زعبيل السلامات. زعبيل وهجنها على المركز الأول، هملولة هملولة هملولة، الظافر والمتألق، الظافر والمتألق. اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة، التحديات، شاهينية هجن زعبيل وهملولة هجن الرياسة. ولكن المتألق، المتألق، هو مضمر العزوم. يا ما قدم أسماء وأسماء في عالم سباقات الهجن مع هجن زعبيل. إلى هجن زعبيل السلام لمالكها السلام سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. مشكور يا المتألق راشد بن محمد بن مروشد، سلامي يا أبو محمد، سلامي يا هجن زعبيل. المركز الثاني هملولة من هجن الرياسة، المركز الثالث العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، المركز الرابع هذه هجن الغرافة اللي وصلت مع المركز الرابع والمركز الخامس. المركز الخامس مع هجن الشحانية. هكذا هي النتيجة، هكذا هي التحديات. هجن زعبيل 12-44 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لمالك سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، وتهانينا والناموس للمتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. مشكور يا أبو محمد، أبدعت وتميزت مع هجن زعبيل في هذا الصباح وفي عاشر أشواط. المركز الثاني، المركز الثاني والمركز الثالث، بنقول تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم.